دائما كنت أنا أحب الاستكشاف وأحب إني أنا أتعلم. هذا الشيء اللي أصلا وداني لمجال الأبحاث واشتغلت فيه سنوات عديدة يعني. فدحين أحس إني أروح لعمارة السمائية. أول ما جاني اتصال من الهيئة السعودية للفضاء إني ريانا أنت انقبلتي في برنامج رواد الفضاء. كانت هذه أجمل لحظة. تكمن يمكن صعوبة التدريب نفسها فإنه جدا مكثف. كل يوم بالنسبة لنا مرحلة تعليمية جديدة، كل واحد فينا جاي من خلفية مختلفة، لكن يجمعنا حب الفضاء والشغف. إحساسي بالفخر بهذه المهمة أكبر شعور أنا أشعر فيه. أهم محاور رؤية 2030 دعم المملكة العربية السعودية للمرأة من أهداف الباحثين والعلماء والمطورين اللي على الأرض يجربوا تجاربهم هذه في الفضاء. دوري الآن هو إني أمثل المملكة في هذه المهمة العلمية على مدى رحلة AX2، وتعد هذه البعثات الفضائية هي أحدى ثمار هذه الرؤية، ويوصل طموحنا لعنان السماء.